هنا في شوارع غزة المحاصرة لا بوادر أمل لواشنطن على المستوى الشعبي أو السياسي لإنجاح صفقة القرن، حيث يسود إجماع فلسطيني مفاده بأن مؤتمر الملامة الاقتصادي الذي تستضيفه العاصمة البحرينية يومي 25 و26 من شهر حزيران الجاري يسعى لتعزيز التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني، فضلاً عن تنازل الفلسطينيين عن حقوقهم الشرعية مقابل المال. هذا المؤتمر أحد خطوات وإجراءات تمرير صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، لذا نحن ندعو من موطن المسؤولية مع الفصائل الفلسطينية واحتضان شعبي ورسمي الدول العربية المشاركة لمقاطعة هذا المؤتمر، لأننا نعتبر أن المشاركة العربية في هذا المؤتمر هي خنجر مسموم في تضحيات وظهر شعبنا الفلسطيني. لم تذهب الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالرأي بعيداً عن حركة حماس في رفضها مؤتمر المنامة، كادت أن الغاية منه تغطية جرائم الكيان الصهيوني وواشنطن ضد فلسطين. طالبنا الدول العربية بمقاطعة هذه الورشة لما تحمل في ثناياها من مخاطر على الحقوق الوطنية الفلسطينية، ولا وظيفة لورشة البحرين سوى التغطية على ما تقوم به الإدارة الأمريكية وإسرائيل من جرائم ومن عدوان على الحقوق الوطنية الفلسطينية. واشنطن استبقت هذه الخطوة الاقتصادية المعلنة من خطة صفقة القرن بإجراءات تعسفية عملية على الأرض، كالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني والسيادة الأخيرة على الجولان السوري المحتل، إلى جانب محاربة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا وقطع التمويل عنها. أسلوب العصا والجزرة الذي يمارسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل مع الفلسطينيين، حيث التلويح بخفض المساعدات مع الحديث عن احتمالات تحقيق النمو الاقتصادي في مثل هكذا مؤتمرات، يؤكد فشل مصير صفقة القرن، لا سيما مع عجز صهره وكبير مستشاره جاريد كوشنر عن تحقيق أي تقدم ملحوظ في هذه الصفقة التي تلقت صفعة مدوية بعد اعتزام الحكومة الفلسطينية الغياب عن حضور مؤتمر يدعي تحقيق السلام الاقتصادي للفلسطينيين بوصاية أمريكية.